السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقة الثامنة من لعبة السرمديون فينيكس نحو القمة. لو تقول من بدأت غطروا زر لايك وسبسكرايب، وشكرا يا جماعة الخير، شكرا على دعمكم الجميل والمتواصل، شكرا على التعليقات الحلوة، شكرا اخوان، الله يسعدكم، شكرا. اتمنى توصلوا دعمكم الجميل، وخلونا نكمل باللعبة الجميلة دي. بسم الله، خلونا نكمل يا جماعة الخير، خلونا نكمل. الحلقة الماضية يا جماعة الخير بدأنا بقسم جديد، بس خلونا أوريكم. بدأنا يا جماعة الخير بهذا القسم ذا اللي اسمه بستان كليوس، عارفين كيف بدأنا فيه يا جماعة الخير؟ خلصنا المكان ذا، عارفين القسم ذا أراضي الورشة، وخلصنا مخبأ الحرب، وخلصنا وادي الربيع الأبدي. متبقي القسم ذا انطلقنا فيه الحلقة الماضية، وهو يعني عارفين القسم ذي هذا لازم نحرره. هي مو زي كذا شكلها، هي جوة بنت صغيرة زي ما تقول المقاتلة الرابعة والأخيرة، فكل علينا نحررها. فالحلقة الماضية مشينا بالمهمات حقتها، فإن شاء الله راح نخلصها بالحلقة دي يا جماعة، إن شاء الله إن شاء الله. الحين إخوان معي 11 من العملات، عارفين كيف لعبت لعبة من غير ما أصور، حلت بعض الألغاز، وأبغى أجيب المهارة دي يا جماعة الخير، أبغى أجيب المهارة دي مرة رهيبة. فين هي اللي أبغى أجيبها؟ أيوه دي، قفزة هرقل، عارفين كيف؟ استهلاك واحد من أجزاء الطاقة للقفز إلى الأمام اتجاه الأعداء. نبغى نجيب المهارة دي يا جماعة الخير، حسها رهيبة. أو نقوي المطرقة، أو نشيل الأشياء الثقيلة. فين هذيك حقتها؟ تخلينا نشيل الأشياء الثقيلة، هي ذي. يس، القفز السريع، لا مو ذي، هذه يا جماعة الخير، الحمل الثقيل. والله ما أدري، الحلقة الماضية جبت المهارة ذي، هذا تخلي أقدر أصنع أشياء، بس ما أقدر أصنع إلا واحد. أنا كان على بالي بدك تصنع خمسة ستة قد ما تبغى، بس عارفين لو اقدر اصنع خمس ستة ما ادري الغاز راح تكون جدا سهلة على فكرة. فدحين ايش نبغى نسوي احنا يا جماعة الخير؟ ايوه هذه الدروع حقتي وكذا على فكرة. ايش نبغى نسوي انا يا جماعة الخير؟ ايش نبغى نسوي؟ ايوه نبغى نروح هنا، نبغى نروح هنا يا جماعة الخير ونكمل على فكرة. خلونا نكمل يا جماعة الخير، خلونا نكمل. ايوه نبغى نسوي سفر سريع الى هنا. عارفين القسم ذا يا جماعة الخير، القسم هذا اللي بساتين بدينا في الحلقة الماضية، واعتقد راح نخلصه بالحلقة دي. والله ما ادري قديش متبقي باللعبة دي، بس انا اعتقد ممكن الحلقتين ثلاثة. والله لعبة جدا مستمتع فيها. اي والله يا جماعة الخير، خلوني اوريكم هنا كم في لغز. الحلقة الماضية انا هنا خلصت يا جماعة الخير، نهاية الحلقة ومع نفس حلة اللغز اللي هنا. كان فوق هنا في ليزر، عارفين في ليزر يا جماعة الخير، فلازم تتسلق وتاخذ لك ضرر الليزر شويه وتولع الشمعه دي وشمعه ثانيه هنا وشمعه بالارض، وخلاص كذا حليت عارفين كيف، وجبت الصوره دي وسويتها عارفين. الالغاز صراحه باللعبه دي جدا جدا جميله صراحه، ما في اي لغز الا واحد صراحه، كنت صريح معاكم. ما في اي لغز كذا مره خلاني يعني اعجز عارفين، اني اقول ما اقدر. كل لغز تقريبا سهل عارفين، مو مره صعب. صدقوني هو واحد بس، ما ادري كنت كذا خلاص بقفل اللعبه يعني ما كملت فيها على فكره. فهذه عارف كيف البنت المقاتله الرابع اللي لازم نجيبها، كل علينا نجيب شو اسمه ذاك يا رب اشكر، الجوهر. نجيب الجوهر يا جماعه الخير، ولما نجيب الجوهر نحرره وخلاص عارف كيف، عارفين النظام انتم. الحلقه الماضيه كمان جبت زي المهاره دي الرهيبه، تخليني اطلب بشكل اسرع، كذا تحسها تستهلك اكثر من التحمل، بس لا نفس الشايفين نفس الاستهلاك، سريع وبطيء بالطيران، نفس الاستهلاك حق التحمل. Hades alive, we gave her all the pointless jobs. Maybe we could just combine them. The mysteries of the afterlife are basically serial. ضغط المهمة، ما ادري ايش يبغوا مني، مكتوب حبسة تيفوس جانب اثينا العقلاني بعيدا، عادت إلى قاعة ولكنها كانت بحاجة إلى بطلها لإعادتها إلى هيئتها. ما فهمت يا جماعة الخير يعني إيش يعني، أنا أنت قلت جملة بس ما فهمت صراحة يعني إيش، هل في شيء لازم أجيبه يعني؟ ممكن في شيء لازم أجيبه يا جماعة الخير. هو يقول لي أنت منطقة المهمة، في شيء حول هنا، أبغى أروح أجيب الكريستال ذاك. الله ما أدري يا جماعة الخير، ما شاء الله كم معايا؟ بلهي ثواني، كم معايا يا جماعة الخير من الكريستال؟ معك ستة، خلاص بدنا نقوي الصح عارفين، هو كل اللي تحتاجه ستة. نجيب الكريستال سابع يعني كي تحسه يعني سقط عارض كذا، ما منه فائدة عارفين كيف. هلا الطيف العذر، والله يا جماعة الخير عشان احنا بالمهمة دي عارفين كيف. وهنا تسوي شيء
حمل ليه حجيذا بس اكل ليش ابغى اجيبه هنا يا جماعه تاخر واضح تسوي شيء هنا كان الشعله دي تحطها هنا يا جماعه الخير الشعله دي كانه تحطها هنا ترك الحين واضح لازم تولعها اظن يا جماعه الخير هل كذا الحل كيف بولع هذه خلونا نجي زي كذا ايوه نبغى نجي زي كذا وشكرا والله شكرا يا جماعة الخير على دعمكم الجميل قاعد اقرا كل تعليقاتكم والله شكرا يا اخوان فشكرا والله شكرا يا جماعة الخير على دعمكم دحين هذه ما ولعت ما ادري ليه ممكن اجي عنده واسوي شيء هي كأنه كذا بس تخليها عبارة عن بخار على فكرة وهذا المكان المطلوب هل هذا المكان المطلوب ولا ادخل جوا هنا ممكن لازم ادخل جوا هنا اشوف يا جماعة الخير هل يقول لي في منطقة المهمة انت والله اي والله يا جماعة الخير والله الطفش في من تأليف هنا يا جماعة الخير ايش في من تأليف هنا حلو حلو هذا بداية الحل تصقع ذي الحين اقدر ادخل هذي ليش ابغى اشيله هذي والله ما ادري ليش ابغى اشيلها خلونا احطها هنا يا جماعه واضح اللغزه الشعلات ذي اشيلها بس السؤال هو فين اوديها خلونا بالبدايه زي ما تقول ايش نتفقد المكان نشوف ايش فيه عندنا اوكي هنا في شيء يا ما في اي شيء هنا على فوق اقدر اطلع على ما في شيء فوق لعبة جميلة والله يا جماعة الخير مستمتع فيها صراحة يعني عارفين انا مو اي لعبة توصلني اني العبها وانا اصور والعبها من غير ما اصور في العاب ممكن تعجبني بس بعد ما اخلصها خلاص اقول قفل اللعبة صراحة اكون صريح معاكم يعني اقول بعدين ارجع لها اما ذي اللعبة لما اخلص منها اكمل العب انا مع نفسي هذا دليل على انه ايش يا جماعة الخير لعبة جميلة صراحة وممتعة. عجبني مستوى الالغاز باللعبة ذي صراحة من الاشياء اللي عجبتني. مو ذيك الالغاز اللي مرة عارفين اللي مرة صعبة. يعني الالغاز جميلة على فكرة. مي مرة صعبة عارفين. يعني اذا واحد قال لي هل عبد العزيز كمان اللعبة ذي يعني يقدر مثلا الصغار يلعبوها صحيح يقدروا بالراحة كمان عارفين يعني الالغاز والله مي مرة صعبة. الحين هذي والله ما ادري فين احطها هو كل واحدة تحطها هنا يا جماعة الخير ممكن اسوي شيء والبوابة دي تفتح ممكن هنا في شيء دائما هذي تقرب لك عارفين هذي دائما تقرب لك الاشباح الزرقاء دي انه ايش الحل حول هنا او ممكن لازم احطها هنا واولعها هذي كانها تتولع عارفين اي واضح متى اولعها بس ما ادري ليش ما تولعت معايا اول ما ادري خلونا نحط واحد هنا والله ما ادري عارفين خلونا نجي كذا وشو يا ريت كان في مهاره تخليك تقدر تولع هاي يا جماعه الخير يا ريت كان في مهاره تخليك تقدر تولع السهم من نفسك يعني مو لازم تروح الشعلة ادري احس كانت راح تسهل لك اللعب بشكل اكبر ايش عندنا هنا اوكي هنا فيه حلو 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 يا جماعة الخير خلاص عرفت الحل تحط شمعة هناك وشمعة بالتمثال الثاني عارفين انا كابل تحطها هنا ممكن وهذول كذا يصحصحوا كذا يرجعون للحياة شيء زي كذا والله جدا متحمس يا جماعة الخير لإضافات الدرينج مرة متحمس صراحة عارفين نزل لها مقاطع باليوتيوب في ناس ما شاء الله لعبوها يعني للشركة الناشرة لإلدرينج سووا حدث يا جماعة الخير وجابوا لاعبين يلعبوها عارفين والله ما شفت شيء أنا أبدا والله ما ادري ما ابغى احرق على نفسي يعني عارفين يعني لعبه زي الدرك ما تحتاج اي اعلانات انا بالنسبه لي يعني
لو فجأة شركة فروم سوفت قالوا نزلت إضافات فجأة كذا، على طول راح أروح أشتريه وأنا مغمض، يعني ما يحتاج ترويج، عارفين. عارفين ما شفت شيء، قلت خلاص لما تنزل اللعبة من نفسي اكتشف كل شيء، عارفين. حين جماعة دخلنا هنا، ايش عندنا هنا؟ والله ما ادري. The sword of Orestes. Athena judged him for his transgression, and the Arrhenians themselves. هذا شفنا زي الحلقة الماضية. Look, Athena was born straight from my forehead. شفنا زي الحلقة الماضية. People listen when she speaks. هل عندنا شيء هنا؟ هذا كنا نولعها. تكون الشمعة دي أظن ما كانت مولعة أظن. The shield is a reminder that Athena is more strategic and steadfast in her tactics than Ares. And they work. She stomped him in the Trojan War. You know she had her own flautist following her around playing battle songs. She stomped him with her own soundtrack. واضح أحط شمعات هنا، تصدقون؟ شايفين اثنين، واضح. هذه كان لازم أولعها. صوت المطلوب يقول لي قدم تمثال البومة كقربان لتمثال أثينا. أيوة صح، أنا معايا تمثال البومة ذا، أدتني إياها الحلقة الماضية. أثينا البنت الصغيرة ذيك اسمها أثينا، هي مين بنت صغيرة؟ هي زي ما تقول كذا مقاتلة كذا، بس إيش داخل جسد بنت صغيرة؟ فإيش لازم نحررها؟ عن طريق الجوهر. Look, Athena. This is who you are, who you need to be again. But I wasn't even right all the time. And Zeus always tried to butt in with his judgments. You were sure of yourself. You chose your own path. Being open to every plan means that you're going to end up following a patchwork mess. You're right! I hated it when Zeus told me what to do, because I knew better! He drove me up the wall! No! What are you saying, Athena? This can't be! I was only trying to help! Old favorites die hard. But it was so tough! I had to know and decide so much! I don't know if I'm ready to take on that weight again! We'll face Typhon together this time. But we need you to be the whole you. You're right. I need to be big again. I need all of me. حلو حلو، هذه القدرات اللي تدينا هي جدا حلوة، حدتنا هجوم أثينا. ما أدري إيش يسوي بس واضح شيء جميل. That's my final blessing. You've earned it. Come. There. I've opened the way to my essence. Oh, but it's scary down there. Leave this part to your champion. Can you wait for me in the Hall of the Gods? I guess. Hermes better not make fun of me for being little. You're not little, Athena. You are wise and powerful. And soon, we'll make Typhon regret he ever messed with you. Okay, yeah! We'll team up and we'll, punch his stupid face! Is that a good judgment? Works for me. And if Hermes is annoying while I'm gone, just kick him in the knees. You're the right height. They were always just suggestions.
الحين يعني حان الوقت لنحصل على الجوهر حق أثينا ونحررها عارفين. Maybe for once instead of talking, you should listen to your daughter. Please, Prometheus. Tell me you made it up. It is the truth, Zeus. I'm her dad. That may be, but it doesn't give you the right to tell her how to do her job. And especially not when she's more qualified than you. خلوني يا جماعة أتأخر بس قبل ما أروح هنا لها بس خلوني أرجع للمنطقة دي والقاعة دي. خلوني نرجع يا جماعة الخير معايا من من عملات خروم معايا 11 فنفتح مهارة جديدة ونزود الصحة بار زيادة عارف العداد زيادة ونروح القبو ده اللي واضح إنه ما راح يكون يعني سهل أنا حيكون مكان دسم عارفك. فقبل ما نروح يعني استحسن ناش يعني قوي نفسنا وليه ما أقدر خلاص وصلت أقصى شيء وبترقية الحد الأقصى للصحة وبترقية الحد الأقصى من الصحة عن طريق الأمبروزية بس ليه ما أقدر ولازم سبعة لو أخذت السابعة ذيك يا لطيف لا خلوني أرجع معليش والله صراحة شيء غبي مني صراحة أعترف والله أتمنى تعذروني خلوني بالله أرجع وأخذها لك إيش ما فيني يقول لك شوف ذي حكة بشكل أكبر غبي الله معليش يا جماعة تأخر خلوني أرجع بسرعة نأخذ ذي الله بدري شفتها كذا عارفك شفتها مرتفعة كذا يعني ما أدري قلت يعني وهو يتسلق على مهله كمان أنا أجيبها بعدين كذا قال لي عقلي بس ما أدري ذي حروح أجيبها بسرعة يا جماعة الخير هل حددت أنا أيوة هنا جيب الكريستال اللي هنا بعدين نرجع زود الصحة مدري والله السيف متانية قوية بس نقصت من الكريستال الأزرق يا جماعة تغير نقصت من الكريستال الأزرق فنقوي الصحة ونجيب المهارة الجديدة وبعدها خلاص نروح للقبو شوفوا كيف أجمدهم يا جماعة الخير حلو هذا قضيت عليه في الثاني شوية متعافي عارفين دحين أقدر أجمدهم زي كذا شوفوا كيف وضرر كمان حلو شيء جميل الحمد لله وكذا سبعة الحين يا جماعة تخر نرجع دحين نرجع وبعدها نكمل عارفين والله لعبة يعني قبل ما أبدأ فيها أنا كنت عارف إنها راح تعجبني بس صراحة مو قلت كذا مرة والله اللعبة دي خذ مني العلم من الألعاب اللي أول مرة تشوفها ما راح تشدك بشكل كبير أنا أول مرة شفتها والله ما شدتني بشكل كبير بس حدك تلعبها صراحة جميلة بدأت في فترة زي ذي عارفين ما في ألعاب جديدة ألعب اللعبة دي عارفك حيخل شوف هنا قديش يا جماعة تخرنا قصني لازم 164 عارفين لا يا ابن الحلال مو ذا الرقم 16400 عارفين كيف وانا كم معايا يا جماعه تاخر معايا 13107 والله بقي لي كثير ما بقي لي تقريبا الدبل بس متى تقوي الفاس يا بتقوي والله ما ادري ما استخدمه صدقوني قرب ان شاء الله عارفين يعني تقويه السيف على اعلى مستوى قربنا يعني نقوي على اعلى مستوى ان شاء الله حنقوي فايش قاعد اجمع بعد ان شاء الله على طول هذه ورا بعض قوي القوس والفأس إن شاء الله إن شاء الله الحين والله حتى هنا مو لازم نقوي يا جماعة الخير الجوع والله ما ممكن شو أبغى أسوي أنا أيوه خلونا نصنع هنا نقدر نصنع أوكي تمام كملت تحدي من التحديات بلا بس خلينا نشوف ايوه كملت التحدي ذا كافو هذا التحدي كملته 62 اوكي قربنا يا جماعة الخير اوه مظهر جديد فقط كم اعتقد من الصواعق نقصني حبة بس ولا معاك كافو والله حلو زودنا التحمل هاي شوكة وقاعد العب حديد الحديد يقوي لك العضلات يعني مو يقوي لك التحمل بشكل كبير التحمل له تمارين خاصة فيه
أدري اللي فجأة قاعد يلعب الحديد. الحين المهارة اللي أبغى أجيبها أنا فعل حق 11 ولا نفتح ذي يا جماعة، إيش رأيكم نفتح المهارة ذي؟ والله ما أدري، ما أحسها مرة رهيبة. ها في شيء بالتسلق يخليك تتسلق عارفين بشكل مرة سريع. هذه مراوغة وهذه مراوغة، كل هذه مراوغات. هذا الفأس ما استخدم، والله في مهارة هنا بس ما أدري. هذه في الهواء، والله ما أدري أبغى أجيب هذه. هذه حتى ذي تراوغ بالهواء، جميلة بس ما أدري أحس فيها هم. تسبح بشكل أسرع، والله مي مرة مهمة. هذه إيش يا جماعة الخير؟ بعد التفادي راجح البيري ما أسويه أنا. والله ما أدري كلها اللي هنا صراحة، كل صراحة معكم ما راح تفيدني بشكل كبير. هي جميلة بس ما أدري أحس فيها هم. ترفع بالجو زي كذا صراحة مي سيئة. خلوني يا جماعة الخير لا أفتح المهارة دي. هذه من حقت الأشياء الثقيلة هذه هي. والله أحس راح تساعدني بشكل كبير بالألغاز، بس إيش لازم لك ذي 8 وذي 11. لا أجل خلوني أجيب ذي، خلوني أجيب ذي، جننوني الأعداء ذولي صراحة. حتى ذي شكلها أشياك لما تجيبها كزي سبيدر مان على فكرة. قفزة هرقل ما أدري كيف تسويها بالله، بس خلني أشوف يا جماعة الخير بالله معلش كيف تسويها قفزة هرقل، كيف تسويها؟ ايش يقول لي البي مع واي، ما قال لي علق بس البي مع واي. والله مره شيء جميل يعني سهل عارفين لما تبغى تسويها. الحين ايش نبغى نسوي احنا؟ ايش نبغى نسوي يا جماعه الخير؟ ايوه نبغى الجوهر نجيبه. نقدر نسوي سفر سريع ركاف، ونقدر نسوي سفر سريع من هنا. عارفين كمان اللعبة كمان ما شاء الله السفر السريع فيها في كل مكان، بس بأنك تمشي بالخريطة اللعبة من نفسها تحط لك نقطة سفر سريع، خذ لك نقطة سفر سريع هنا، خذ لك نقطة سفر سريع هنا. شيء جميل صراحة يعني مو أنا اللي فتحته، هي اللعبة من نفسها بس بأنك تمشي بالخريطة. شيء جميل عشان يا جماعة الخير لو يوبيسوفت باللعبة دي قالوا لك برج لازم تتسلقه، لو ما تتسلقه لازم تفعله عشان تفتح السفر السريع. شيء ذا حيكون يعني مكرر عارفين، فتجنبوه يعني. شيء جميل، شيء جميل صراحة منهم. ما أدري يا جماعة تخرد عمركم لعبتوا لعبة من يوبيسوفت يجي وقت يقول لك تسلق البرج أو التمثال العالي واضغط مثلث، لما تضغط مثلث كذا الكاميرا تلف حوالينك يصير فتحت السفر السريع. ما أدري قد شفتوا شيء زي كذا بيوبيسوفت. كل ألعابهم الماضية كان فيها زي كذا، تتسلق مكان عالي عارفين تضغط زر وكذا الكاميرا تدور حوالين اللي تلعب فيه عارفين كيف، يقولك فتحت السفر السريع. ما ادري كان شيء مزعج الصراحه، تروح هنا وتروح هنا، المفروض خلاص عارفين بس بانك تيجي المنطقه خلاص يعني عارفين تكون واضحه كلها. يعني بالله تخيلوا الدرينج، الدرينج ما كان نظامها خرائط وكل شويه تجيب الخريطه. تخيلوا كان يقولك كل شويه لازم تطلع فوق برج وتتسلق وبرج عالي عشان تشوف المنطقة بشكل أوضح وعشان ما تسوي سفر سريع. ما أدري كان حيكون شيء بايخ ساكنيش بالدرج، بس خلاص بأنك تمشي كذا ولا الجريس تتفاعل معاها خلاص يعني يصير ما تسوي سفر سريع. شاء الله الضرر. الحلقة الماضية ما أعتقد دخلنا قابو، تصدقون ما أفتكر الحلقة الماضية يا جماعة آخر دخلنا قابو. جميلة والله دي، لما يعني أعرف إني بروح لها يعني أعرف إنه منتظرني شيء جميل. الغاز اللي فيها جدا جميلة. مو الحلقة الماضية اللي قبلها أجمل قابو دخلته صراحة، الغاز اللي كانت فيه جدا حلوة، كانت عبارة عن رياح تغير كذا مجرى الرياح، مرة صراحة كانت جميلة. القبو ده هنا جوا، شو كيف كيف تدخل جوا هنا؟ السؤال هو يا جماعة آخر كيف تدخل جوا هنا؟ من هنا يا ابن الحرام ما في أسهل منها. دائما أي يعني هو كل مقاتل يا جماعة الخير لما نحرر ونجيب له الجوهر كان دائما لازم نروح قبو.
فدائما كل قابو تجيب منه الجوهر يكون دسم، عارفين؟ والله يلا طيب ايش عندنا هنا؟ نظام جديد، نظام جديد يا جماعه اخر صناديق كذا عارفين كم مربوطه ببعض كذا، هذا نظام جديد. والله العرض اللي كنا فيه، العرض اللي كنا فيه لما كنا نكلم البنت الصغيره هذه اثينا، هذا اللي دوبه يا جماعه الخير. شكل السيف والله كان مره جميل كذا بالعرض، حتى دحين جوك مره والله شكله جميل وشياكه. هي النظام ذا جديد علي، الاشياء المتصله. اوكي، حمل عناصر ذات اوزان مختلفه قد يحد من قدرتك على القفز او القفز المزدوج. خلينا نشوف ايش بسوي انا هنا. انا كيف اسحبه؟ انت كيف بطلعك من هنا انا؟ اوه بس عشان الصندوق. اوكي اوكي. كافو جبنا من الكريستال ذا. الصحة فل. نسوي شيء. اوه هنا تحط شيء ثقيل. خلوني يا جماعة الخير. وكيف تسوي هذيك؟ ايوه خلوني اصنع. تبقي واحد زيه كمان، بس ما اقدر اصنع اثنين. كان يقول لي ما تقدر تسوي قفزة مزدوجة، بس اعتقد واحدة اقدر. ما قفز حتى، تعرفين؟ كان عبالي تقدر تقفز قفزة، بس ما تقدر حتى قفزة واحدة ما تقدر. اجل كيف النظام؟ ترميها يمكن. ما اعتقد انك ترميها. وريني تسوت زي كذا. اوه تجي معاك. الله الله. Father, the heroes are not enough. كي جبناها صح. شو استفدت انا دحين؟ او تحط شيء هنا كمان ذكي. انت كيف بطلعك من هنا انا؟ انا كيف بطلع؟ او زي كذا. اوكي اوكي. والله شيء جميل صراحة. بس ما ادري هذا مو ثقيل بما فيه الكفاية يا جماعة الخير. ها؟ الا والله. ما ادري قال عقلي صندوق خشبي. ممكن مو مرة ثقيل. ان شاء الله اشوف الصحة حقتنا كيف. صحة زعيم. شيء جميل صراحة. ايش عندنا هنا؟ هنا عندنا تمثال. حلو حلو. وهناك عندنا صندوق. واضح لازم نجيبه. اقدر من هنا. وما تقدر تقفز. صح صح صح. بس لكن تقدر ترمي. مين قال لك تقدر ترمي؟ حين السؤال هو يا جماعة الخير انا لو سويت زي كذا هل راح يصير اللي ببالي؟ هل راح يصير اللي ببالي؟ لا والله صار. كفو. اللي ببالي كان يا جماعة الخير انه اقدر اسحبه. هل اقدر اسحبه كذا؟ رجعت على وراه. والله ما ادري ايش الفت. اي والله. والله بس كان المفروض صح. ما ادري هذه شفتها على خير. والله خسارة. عبر الطريق سيدة. ما عليكم سهل عارفين. سويت الاول الفت شيء. والله ياما باللعبة ذي. حليت حل. يا جماعة الخير وما اعتقد انه يعني المطور يبغاني احل الحل زي كذا. يعني ياما الفت حل من عندي انا عارفين. يا جماعة الخير ياما الفت حل من عندي كيف مدري كيف. الحين ايش نبغى نسوي؟ ونبغى نحطه هنا. حلو. ممكن تفلتها. Listen to me. Trust me. وجت واحدة ثانية. هذه ما كانت فيه. Athena's statue stands alone. ايش في من التأليف هنا؟ She's always been there for heroes. They should be there for her. يا جماعة الخير. المفروض في شيء ينزل. صندوق عارفين؟ هذا معناته صندوق يجيك من هنا. ممكن لسه اللغز ذا فيه. هنا نحط وزن ثقيل. اوه هناك كمان. اوكي سيبك من التمثال ذاك. التمثال ذاك سيبه. انت الحين لازم تجيب ايش؟ تجيب الصندوق الثاني. ك
كيف بجيب الصندوق الثاني؟ والله ما ادري. هذا قفز مزدوج، ما كنت تقول لي ما تقدر، الحين اقدر؟ سبحان الله. ليه يا جماعة آخر ما كان يقول لي ما تقدر؟ حاولت ولا قفز قفزة ما خلاني. والله يعني الحمد لله بالنهاية جبناها، يعني ما عندي مشكلة صراحة. لو ممكن كنت اقدر بس انا ما فهمته زين، والله ما ادري. Listen to me instead of talking over me, Zeus. دحين كملنا المكان ذا يعني الصناديق اللي هنا، بس ايش نسوي دحين؟ دحين ايش نسوي؟ ولازم تسحب الصندوق الى هنا اظن؟ والله ما ادري. يا جماعة الخير. او ردوا على ورا؟ لا ما تردوا على ورا، تسوي كذا اظن. حلو. ندفوا كذا. ليه يكون لازم تدف شيء قبل شيء يعني؟ مو بس عارفين يعني ممكن كان لازم ادف هذا قبل ذا، المكعب ذا ممكن كان لازم ادفه قبل ذا، والله ما ادري. الحين اذا دفيته هنا راح يقدم. حلو حلو. لا ان شاء الله صح. ها كل عليك تخليه بالمربع ذا. لغز جميل صراحة. الطيب شو الشي ذا؟ أم الأفاعي المفروض يكون اسمها. مدوسة المتعرجية. متعرجية أيوة. لا يا جماعة الخير ايش الضرر؟ ليه ما في ضرر؟ اعترض انا. With a start, Phoenix realized that Athena's essence. والله المهارة الجديدة. حلو دحين في ضرر. والله شو الضرر اللي قاعد تسوي لي اياه؟ الحركة دي والله ما عجبتني. ايش قاعد تألف ذي؟ خلو جمدها اي والله. يا سلام عليك. بس ليه ما في ضرر؟ ممكن لازم ما تستخدم المهارات. والله ما ادري يا جماعة الخير كم في ضرر؟ دحين في. شايفين دحين ما اقدر اسوي ضرر. الا تقدر؟ والله ما ادري كيف نظامها. انهيها الله الله. كافة يا جماعة تخرنا هناها. حب نروح أنا. عندنا يسار. وعندنا يمين. أنا جيت من هنا، أنت جيت من هنا صح؟ أنا جيت من هنا، لا والله ما جيت من هنا. ها النظام كل قسم تروح له لازم تجيب التمثال لين هنا، أوكي أوكي. عرفت نظام المكان ذا كيف. الحين نبغى نسحبه، بس نبغى نسحبه على فين يا جماعة الخير؟ هناك؟ لا مو معقولة. لا بس خلينا نشوف المكان ذاك. أما لين هناك وريني شو؟ هل في شيء هنا؟ إلا والله يا لطيف. إن شاء الله نجيبها من أول مرة. مدري جاني ضرر على طول يطيح الصندوق. والله مدري. ليزر ده هو اللي راح ينكبنا. يا اخي تفلتوا لي، انا قلت لك افلتوا. طيب ليش تفلتوا؟ رجع من جديد ذكي. والله ما ادري ليه فلت الصندوق يا جماعه الخير، انا ما قلت له افلت الصندوق، هو فلته. نرجع من جديد ونشوف. هو الليزر زي ما اقول لكم يعني اصعب قسم. الأشواك دي سهل. انت
اتعداها، بس الليزر ذا تبغى تقنصها صح. ها والله كم مدني اروح هنا. لما ينزل الليزر على تحت عندك وقت، وقت طويل. عارفين ها كم مدني هنا، هنا المفروض كان تروح عبد العزيز بسرعة. الحمد لله. هل مدني يجري؟ اي والله مدك تجري تقريبا. حلو نحطها هنا. The faceless is not fit to bask in my radiance, let alone touch me. من القسم الثاني يا جماعة الخير. هو ذا القسم الثاني. من القسم ذا عارفين حق التمثال اللي لازم ندفه إلى الأمام. تغذيه من هنا. بالنهاية هناك الزر اللي لازم نحطه على الوزن. يا أخي كيف صار كذا؟ والله شيء غبي صراحة. خلونا نرجع من جديد دحين. هذه حسها أسهل من اللي قبلها. تلحق. والله كنت ها كنت قريب يا جماعة خير الحق. حلو حلو جبناها. اي غلطة ترجع من البداية ترى، انتبه. اوكي لازم نلعبها صح، اول ما ينزل الليزر نعدي. الحين قلتكم هيا في التحمل كمان لازم انتبه. الحمد لله انها طاحت هنا. والله انتبهت على خير. اه لا راحة حبيبي. يا الله والله يا جماعة الخير معلش على خير. شفت انه التحمل لازم تنتبه له. وجات خيرة الحمد لله، عشان هنا في صندوق. والله ما شفته يعني لما كنت رايح، عارفين لما رجعت شفته. عملت خرون اثنين. الله الله خلونا نرجع من جديد. صدقوني يا جماعة الخير ما افتكر باللعبة دي دخلت قبو كان زي اللي قبله. كل واحد مختلف عن الثاني عارفين. شيء جميل صراحة. اه والله كنت تقدر هنا، ان شاء الله الحين نقدر. انا افتكر شفت تقييمات اللعبة دي وكانت صراحة لما شفتها كانت جميلة التقييمات، بس والله ناسي كم كانت بالضبط. بس شفتها صدقوني كانت تقييمات حلوة للعبة دي. اوكي دحين ايوه. والتحمل الحمد لله. والله ما كنت شايفه. اي والله والله ما كنت شايفه يا جماعة الخير. على الاخير تذكرت كيف شفته. What was Ares thinking? The fool. الحين شو ابغى اسوي انا؟ عندك القسم الاخير. هذا ليه في ليزر هنا؟ ايش بيسوي الليزر ذا؟ انا ايش اسوي هنا؟ استغفر الله اقدر اعدي. يا اخي ليه في ليزر هنا؟ اوه مو ذا ما يجي شيء حديدي. اوكي اوكي تبغى تفلته يا ذكي. صح تبغى تفلت هذا، تبغى تفلت الصندوق وتاخذه من الجهة الثانية. اعتقد ذا الحل. وتبغى توقفه هنا انت بالضبط، تبغى تسوي كذا اظن. كذا اظن معقولة ذا الحل. هي مو قادر يشيله، لازم تجي هنا جنبه كذا عشان تشيله. طب شيله من هنا او ادفه ممكن. يا ما اعتقد ادفه ثم تقدر. ايش بسوي انا هنا يا جماعة الخير؟ ما كذا ممكن اقول احميني. اوكي اوكي شيء جميل صراحة.
حلو حلو، نفس النظام كذا حميني. استغفر الله العظيم، والله كنت قريب يا جماعة أخي. والله شوف تعليق واحد قال لي عبد العزيز أنت مستعجل بالحل. صح صح صادق والله، صراحة أكون صريح معك، مدري ليه صراحة دعب فيني إني بعض الأحيان كذا بسرعة أبغى أروح، عارفين أدري كيف طريقة لعب صراحة، بس إيش يبغى لي أهدي. أيوه هنا هدي هدي، أيوه خلوها تطلع كذا، حلوين. ايوه هنا وقف كذا وركز، لازم نلعبها صح. حلوين حلوين جبناها. سباق القسم الاخير هنا يا حبيبي، قسم الدسم زي ما يقولوا. اول شيء لف صح. اوه تحمل ذكي، الحمد لله انتبهت. خلوها تطلع الحين، ايوه اثبت هنا، كافو كافو. ايش بسوي؟ تنقز هنا تيجي كذا، يا سلام. حلو حليناها، والله الغاز جميلة صراحة. ها the mortals must be shown the way, my way. كل اللي علينا ندفها، كل اللي علينا دحين ندفها يا جماعة الخير. والله شفت تعليق واحد قال لي يا عبد العزيز هل حيجي وقت تلعب لعبة زلدة؟ والله ما ادري صراحة، انا يعني ما عندي نتندو، هو عشان تلعب لعبة زلدة لازم يكون عندك نتندو، جهاز النتندو. انا والله ما عندي نتندو، والله وما عمري لعبت بالنتندو ابدا، بس ما ادري ممكن والله يجي يوم العب، يعني اشتري نتندو والعبها. Providing for your family. Instead, you're going to die here on this island alone. No. حلو روقته، الله الله. والله مهارة جديدة ذي زي سبايدر مان يا جماعة آخر، حلوة. كافو جمدناها. هذي بدري عكسها عليها، خلينا نشوف. حلوين، الله الله عكسناها. والله قاعد اطالع فيها هذه الزعيمة وقاعد اقول تذكرني بزعيمة شايفها قبل كذا، انا افتكرت الحين، ذكرني يا جماعة الخير. بولونج بولونج، كانت في زعيمة زي كذا لعبة وولون، كان في زعيمة زي كذا، واعتقد بنيو كمان كان في زعيمة زي كذا. والله ثلاثة بيري ورا بعض، كافو قتلناها. ميدوسا المتعجرفة، اعتقد متبقى المواجهة الثالثة، متبقى المواجهة الثالثة يا جماعة الخير. هنا عندنا تمثال، لازم ندف لين المربع ذا. اوكي اوكي، ايش عندنا هنا؟ كيف بطلع فوق هنا انا؟ الاشواك دي ثابتة، ايش اسوي انا هنا؟ فين الازرير يا جماعة الخير؟ يا جماعة الخير فين الازرير؟ قسم غريب ذا، عارفين قسم غريب. معقولة كذا الحل؟ هاي يا جماعة الخير هذا الحل، هذا هو. بس انت ما جبتها صح، جيبها صح الله يرضى عليك. تحط ذي هنا وتطلع على فوق، يعني ممكن الصندوق ذا ما منه فايدة زي ما تقولون. حلو حلو، هذا بداية الحل، تطلع هنا تحط الصندوق ذا وتطلع هنا. هاي هنا نظام مختلف يا حبيبي، نظام مختلف هنا. عارفين هنا الصناديق تحط على الأشواك وتطلع على فوق.
مفروض في صناديق تيجي هنا بس مدري كيف اجيبها. هل المفروض تجي صناديق هنا؟ اوه في زر هنا. اوكي حلو كده جبنا الاول. كفو جبنا صندوق هنا. هذا يتحطم ذا. بس ايش بسوي انا دحين؟ يو اقدر اروح كذا. مدري ليه كانوا حاطين الصندوق ورا. ايش بسوي هنا انا؟ فين الزر حق المكان ذا؟ خلو بنبدا نشوف. اوه هناك في الصندوق، كيف اجيبه؟ زي كذا تجيبه. ها مو ما تقدر تتسلق من هنا يا ذكي. عبالي تقدر يعني، بس ما تقدر صح. الصخور دي ما تقدر تتسلق عليها. حير الصندوق اللي ورا ده صراحة ما ادري ايش تسوي معاه. هذا واضح بس عشان تسوي كذا. بس ايش بسوي انا؟ هل ابغى اثبت ذا؟ بس ما اقدر ادفه. اي ما اقدر. حلو حطيت ذا هنا. يا جماعة الخير لو جبت هذا هنا. ايش استفدت ذحين؟ هل زي كذا الحل؟ عشان تطلع على فوق. اوكي. لا ما تقدر لسه ما اقدر. ايش تسوي بذا؟ ردوا على ورا يمكن؟ ليش ابغى ردوا على ورا انا؟ يا جماعة الخير. لو جبت الصندوق ذا اللي ورايا هنا ما راح استفيد شيء، ما في اي زر هنا. ليكون كان في زر ورا ما شفته انا. هنا ما في شيء خلاص. الا لو تسحب ذا وتاخذ الصندوق اللي هناك. اعتقد تقدر ذحين. يا اخي صل على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما ادري كيف صار كذا صراحه يعني. والله ما ادري كيف صار كذا، كنت قاعد ارجع لورا فجاه طحت. هنا بالله خليني اشوف، هنا في زر في شيء؟ ها والله ما في اي زر يا جماعه الخير. شايفين ورا قصدي اللي يقول لي عبد العزيز جيب الوزن اللي فوق وديه لين ورا، ما في اي زر عارفين؟ يعني ليش اوديه ورا؟ هنا في شيء؟ الصناديق اللي هنا كيف اجيبه؟ هنا يقول لي في صندوقين بدك تجيبها. السؤال هو كيف اجيبها انا؟ والله ما ادري. خلونا دحين نرجع لورا. هو عند ال عارفين عند هذاك الشيء. ايوه البوكس ذاك يا جماعة الخير، تسوي الشيء الطريق كأنه على فوقي والله. ها اوكي عرفت يا جماعة الخير. عرفت ايش تسوي يا لطيف يا لطف. يا جماعة الخير ار المطور ما شاء الله يعني شد حيله باللغز ذا. شد حيله باللغز ذا. الحين اوريكم هذا تبغى تجيبه هنا. يا جماعة الخير هذا تبغى تجيبه هنا. والصندوق الثاني ذا تبغى تحطه فوقه. حول ولا قوة الا بالله. صندوق لو تهف عليه، عارفين بس لو تهف عليه الصندوق ذا ينكسر. تبغى تجيب الثاني ذا وتحطه هنا. عرفت كيف؟ بس انتبه من الشواك يعني الصناديق دي، بس بما انه هذا كذا على طول تنكسر. انتبه. تبغى تحط الثاني فوقه اظن ماني متاكد، بس ايش راح استفيد بالنهايه؟ والله ما ادري، ممكن يصير مثلا اطلع على فوق. اوكي الحين ايش استفدنا احنا؟ هل هذا الحل معقول؟ هذا الحل؟ الا والله الحمد لله. يا لطيف والله طولت في القصف ذا صراحة، كنت صريح معاكم. ك
اكيد راح اسوي ادت. طولت بالقسم ذا يا جماعه تخيلتي يو فين ايديت. ما ادري شويه صراحه يعني القسم ذا اللي دوب عنت معاه شويه على فكره، بس بالنهايه الحمد لله جبت الحل. طلع لازم تحط الصندوقين فوق بعض. حين دحين دحين تحدى لو القسم ذا يعني صعب زي اللي قبله، يعني حطول فيه زي اللي قبل. ما اعتقد، انا اعرف نفسي باللعبه دي دائما القسم اللي اطول فيه اللي بعده ما اطول فيه. الحين عندنا صندوقين يا جماعه الخير. الاول واضح اللي هو ذا لازم اجيبه، واحنا لو نعرف فين الزر. هو الزر هناك، ها فين الزر يا جماعة الخير عشان نعرف فين لازم نوصل بالنهاية. والله شكله هنا، وريني يا ساتر استر، خرب بيت والله جاي في مكان. طيب يا جماعة الخير عرفت الحل بالمكان ذا بعد محاولات كثيرة. اعرف كيف عرفت الحل. قال لك ايش، ما راح اطول هنا الا والله طولت صراحة مرة. والله القسم ذا دسم، عارفين نظام الالغاز ذا اللي كذا الصناديق يعني كذا زي الحبل بينهم، شوية دسم صراحة. بس خلاص عرفت الحل عارف كيف. الحين بس خلونا نعدي من هنا. حل يا جماعة الخير طلع انه لازم اجيب الصندوق ذا واحطه فوق ذا. انا كنت عارف، بس ايش الشيء اللي خلاني اطول؟ انه كيف اوصله؟ جيت كذا عارف كيف ما عرفت. طلع بس الحل انه ايش، تجي زي كذا بالطريقة ذي. شو كيف، شوفوا كيف كذا تجي. ايوه ايوه تقدر تعدي وتقدر تجي كذا يا جماعة الخير عارف كيف، تحطه فوق وكذا. كيف بتحطه فوق؟ والله ما ادري صراحه. المفروض الحين بس تجي وتحطه فوق. معقوله تطلع على ذي هذا الحل؟ ها يا جماعه الخير، يوه ما بقي لك شيء، ما بقي لك شيء. له تثبت، ايوه القاه الحمد لله. قسما بالله جنني، الحمد لله والله طولت يا جماعة الخير. نعترف له، عدي بس عبد الله يرضى عليك. بالحال عدي الله يرضى عليك. والله ما ادري ليه ما عدى. خلاص مت. ان شاء الله الصناديق ثابته، نقول ان شاء الله انها ثابته. ما ادري ليه ما عدى، المفروض انه عدى. المفروض الحين كل علي اروح سيده كذا وخلاص. مكان غريب والله، بس ابغى اطلع من هنا يا جماعة الخير. كان غريب والله. الحمد لله صناديق شايفها من هنا. يكون لازم اجيب صندوق ثالث. لا ان شاء الله لا. ليه ما جابه اول؟ كنت اطلع هنا. والله لا تكم شفتوني كيف بالكرسي رجعت على ورا كذا كنوني اللي قاعد اطير. ليه يقول لي في زر هنا شيء حلو كي شيك بوينت. طيب يا جماعه الخير لي هنا يمكن تقريبا كم، صدقوني ممكن لي زي 40 دقيقه اظن باللغز ذا. يعني كان ببالي حل، عارفين يعني والله كله عرفته من نفسي. كان ببالي حل يا جماعه الخير جدا صعب، صعبت الامور وكان جدا سهل. وطلع كل ما بالامر فقط جيب الصناديق واسوي لك مصعد هناك، عارفين عارفين يا جماعة الخير، فقط جيب الصناديق واسوي لك مصعد هناك. والله الفت حل انا يا لطيف الطف. والله ما ادري راح احطه بالمقطع ولا راح اقصه، عارفين حطيت الصندوق الذهبي اذا شايفينه اللي معاي حطيت فوقه صندوقه. مره والله الفت شيء ما ادري شو هو صراحه. طلع الحل سهل، بس جيب الصندوق الاول كذا حطه هنا، عارفين
فقط يا جماعة تأخر، الحين نجيب الصندوق الثاني ونحطه فوقه، بعدين نطلع عن طريق الصندوقين ذي ونجيب الثالث وبس كذا، سوينا ما صعد. والله لو تدرون ايش سويت انا، والله ممكن راح احطه، والله ما ادري راح احطها ولا لا. انا يا جماعه تخيل جبت الصندوق ذا وحطيته فوق الصندوق الذهبي ذاك. عارف كان على بالي زي كذا. طولت صراحه، والله ممكن لي 40 دقيقه هنا في القسم ذا. طلع سهل كل علي فقط ايش اسوي لي زي ال زي المصعد من هنا، عارفين دحين احط ذا فوق ذا ونطلع ونحط الثالث فقط. والله طولت مره هنا صراحه يا جماعه الخير، عشان كان ببالي حل غير الحل اللي يعني رسمه المطور، عارفين كيف. حلو حلو، تخيلوا جاء وقت حطيتها الثلاثه سكن طاحت كذا ما ادري كيف. الحين ان شاء الله ما تطيح، والله كنا خبط تطيح بس اقول ان شاء الله ما تطيح. عارفين انا ايش سويت الخبل؟ انا هناك مو كان في صندوق ذهبي؟ ها؟ حطيت فوق الصندوق ذاك كذا، جبته بطريقه جلتشيه ما ادري كيف، حطيتها فوق بعض وصلت هنا. مره والله طولتها وهي عارفين كيف قصيره، والله هي مي مره قصيره، والله اللغز شويه صراحه يعني عارفين. مره مطور شد حيله بالقسم ذا ما شاء الله. انتبه انتبه، مرة ما ابغى ذاك يطيح. اوكي يا جماعة تأخر، ان شاء الله دحين نجيبها. وريني كذا خير ماني شايف حتى. اخيرا بالله روح روح، الله يرضى عليك روح. ايوه خليها تطلع لنا القمة واطلع واضغط للزر. الحمد لله. صدقوا لي يا ساعة يمكن هنا. الحين نروح بس واسحب التمثال فقط. كان في صندوق هنا يا عمي، امشي مو مهم. قلتكم ذا اقدر اجيبه، والله نفسي اجيب الصندوق ذا. يا لطيف والله يا جماعة تخرج قسم الدوب وذا الزر ذا عشان اضغط الدوب، وصدقوني طولت فيه سويت اديت كثير، ابدا ما كان سهل، ابدا ما كان سهل. عارفين يعني بالذات الجزئية الأخيرة ذيك اللي الصندوق الخشبي تحطه فوق الصندوق الخشبي، والله ابدا ما كان شيء سهل صراحة. يدي عرقت صراحة، كنت صريح معاكم، بس الحمد لله بالنهاية سوى المطلوب. والله طولت صراحة، عارفين جربت أكثر من حل. That's one hero. Athena should be surrounded by all four heroes. You don't want to help your brother. You want to take his place. Sure. أنت تطلق ليزر دحين. Maybe you're right. هذا الحين صارت أقوى، شوفوا كيف خلتني بطيء شوية. حلو حلو، جمدها يا بطل. ها ماني قادر اسوي ضرر. حلو عكستها عليها. هذا ما تقدر تعكس الليزر صح؟ يخليك بطيء شوف كيف. مدري ليه بعض الأحيان تقدر تسوي ضرب بعض الأحيان ما تقدر. هاي يا جماعة تأخر والله مدري ليه. دحين تقدر كفو. فلتت من المطرقة. إن شاء الله دي نعكسها عليها. حلوة نعكسناها، الله الله. آه ما جت فيها، لازم تكون قريب.
عكس الله عكسناها. هذه بس سويت لها ضرر يدوبها. ان شاء الله ذي تدوخها احنا لما نعكسها. ما سويت شيء شفته. والله ما ادري ليه المره دي مزعجه ذي. عارف كيف اول كنا يعني نقدر عليها بشكل اسرع، الحين ما ادري ليه كذا يعني صارت اقوى. حلو حلو، ان شاء الله احنا ننهيها. الحمد لله قضينا عليها. اتعب لك الحين تدخل هنا قاعد تلفلف عبك، فجاه بيقول لك الباب انفتح. ياسينك بس لسه حبيبي باقي، كمان باقي هنا، تبقي هنا. فك عبد العزيز قاعد يلفلف حولنا الباب على باله فتح الباب. لسه حبيبي بقول لك اصعب من اللي قبلها كمان. والله ما ادري ايش القابو ذا. القابو ذا عباره عن يعني زي ما يقولوا ايش، الزعيم الاخير. قابو عباره عن زي الزعيم الاخير، على فكره يا جماعه الخير كذا، قابو الزعيم الاخير كذا، اذا للقابو يعني كذا زي الزعيم الاخير فهو ذا. مره صراحه يعني قابو شدين حيلهم فيه ما شاء الله، بس جميل صراحه صدقوني مستمتع فيه. هل هذا الحل زي كذا يا جماعه الخير؟ انا كذا سويت المطلوب. لا والله ما سوت شيء، بس واضح القسم ذا صدقوني واضح راح يكون اسهل. حين ايش ابغى اسوي هنا؟ فيها زرير لازم تنضغط. ايش عندنا من هل هذه حطمها؟ صادق لازم تمشي على الشمعات كلها. اوه هناك في تكملة. لا مو معقولة. لا والله معقولة. تعبك امزح معاك لما اقول لك القابو ذا كانه اخر زعيم. يعني القابو الاصعب زي ما تقولون. كيف في قسم هنا وقسم هناك يا جماعة الخير؟ شيء مجنون والله. والله ما ادري ايش تسوي. مرة ماني داري ايش تسوي هنا. شوف صناديق. طيب ليش ابغى اشيلها انا الصناديق ذي؟ وش لنا ذا على سبيل المثال؟ ليش ابغى اشيله؟ ليش ابغى اشيله ذا؟ اكرهي للصناديق ذي والله يا جماعة الخير، من قلبي اكرهها. عشان التحكم فيها صراحة معقد. اوكي كذا النظام. اه شايفين ايش قاعد يصير؟ ليش تلوف؟ ابغى اوقفك هنا والله بس. اوكي يعني تبغى توسع الطريق للفتحات اللي تطلق عليها هذا، اللي تطلق عليها السهم يا جماعه الخير. لازم السهم يمر عليهم كلهم. اعتقد ذا الحل والله ما ادري صراحه. خذ يمين، خذ يمين، شوف يمين ايش فيه. بس خلينا نشوف يمين ايش فيه. كان في شعله هنا هي الوحيد. اعرفك فين كانت يا ربي؟ وهنا واضح بداية الحل. هنا هنا بداية الحل. اوكي اوكي الحين عرفنا فين بداية الحل. هذه تبغى تحطها هنا عشان توسع الطريق زي ما تقول. اوكي هنا. طيب جبنا الاثنين ذي، ثلاثة. تبغى تشيل هذيك ولا اقدر؟ اقدر كذا. ها انا اقدر اجيبها كذا. هي الفكره اعتقد لازم تمر عليها كلها. اقدر زي كذا تقريبا.
وهذيك راح تولع ان شاء الله. زي كذا الحل ان شاء الله. خلينا نشوف الاولى ذي. اخر عني ايش ذا؟ ايش هذه كذا تربشني صراحة. اوكي. هل هذه الأخيرة ولا في كان يمين ما شفتها؟ المفروض صح يا ابن حلال. وفي هنا. بس هذه تابعة لدي. اشوف كيف نورتها. ولعتها قصدي. اها اوكي. كان المفروض اخذ يسار. صدقوا. لا يوريني من جديد. معلش يا جماعة خلينا نشوف من جديد. انا اخذت يمين كان المفروض اخذ سيدة. بس هذه الاشياء والله شوية تربش كذا. يعني تلخبطك عارفين. الحين ارجع كذا. هل زي كذا الحل؟ والله ان شاء الله زي كذا الحل. ما ادري صراحة هذا صح ولا لا. طيب هذا القسم الاول زي ما تقول سويناه. واللعنة ذي اوكي ماشيين تمام يعني حلو الحمد لله. فهمنا الفكرة يعني عارفين. هو عندك ثلاثة اقسام وفيها الفتحات دي حقت الاسهم. وصلها وصلها. لازم اروح من هنا. والله ما الظاهر اقدر اجيب النقزة ذي. جيب الحمد لله. الحين نبغى نوسع الطريق الذي معناه والله اقدر اكبر اللف بس ما ادري شوف انه نوسع لها الطريق افضل. ما تبغى تحطه هنا ولا الحين كسر. الحمد لله اوكي الحين كل علينا نسوي المطلوب. كل اللي علينا دحين نسوي المطلوب يا جماعة الخير. حلو الأولى هذه الثانية. المفروض دحين القفل يروح. آه والله راح. لا حول ولا قوة إلا بالله. راح بس متأخر. اسمع عليك بظبطها دحين إن شاء الله. في الصندوق هنا جت خيرة. اي والله الحمد لله جت خيرة. عشان اشوف الصندوق ذا. Could I have made a mistake? No. كذا اثنين متبقي الاخيرة. But it is the others who are wrong. هذا دائما معناته في صندوق هنا. النور ذا اللي زي كذا يجي. اوكي اوكي. خلونا يا جماعة خلونا نروح اخذ الصندوق. ما ادري المقطع قديش عندكم دحين بس دحين لي العب انا ساعتين. لي العب بالضبط ساعتين. هذا يوريكم يعني كمية الاديت قديش عارفين. لا اله الا الله. الحين باقي اخر شيء يا جماعة الخير عارفين. تبقي اخر شيء. خليني بس بلهم علشان ارجع للصندوق بسرعة. والله العادة انا اجيب اغلاطي يعني ما اسوي اديت. بس والله ما ادري القسم ذاك اللي دوبه مرة والله طولت فيه صراحة. عارفين طولت فيه صراحة القسم ذاك اللي قبل. حلو حلو صواعق زوز جبنا واحدة اعتقد متبقي خمسة. متبقي خمسة يا جماعة الخير. بصير ايش؟ مدانا نزود التحمل. بصير مدانا نزود التحمل يا جماعة الخير. حجبنا اثنين باقي الاخير. لا والله القسم ذا صراحة اسهل من اللي قبله بكثير كمان. مو بشوية بكثير اسهل. الحين خلونا نوسع الطريق. والله انت كيف؟ بتجيبها هنا اظن.
تقدر. الحمد لله والله كان على بالي ما تقدر. وضغطت ستوب واحد قال لي تقدر تسحبه من هنا الصندوق، كنت حقول لا. بس الحمد لله تقدر. الحين كل على الجبة الثاني. كل اللي علينا الحين جبة الثاني. آه هذا ما تقدر تقفز صح؟ صح. الصندوق الحديدي تقدر تقفز قفزتين يا جماعة الخير لما تشيله، بس الخشبي ما تقدر حتى تقفز قفزة. شيء غريب صراحة. فين القسم الأخير؟ أوه من هنا. أيوه القسم الأخير من هنا. والله اللعبة دي أحس يعني سهل فيها السبيد رن لو تبغى تسوي سبيد رن، بالذات تكون تيش انت مختمها قبل كذا خلاص عارفين يعني حافظ على الغاز وتحلها بسرعة. صراحة أنا من أكثر الأشياء الجميلة اللي تعجبني اللي أحب أتفرج عليها باليوتيوب يا جماعة الخير حقول سبيد رن صراحة دائما يعجبون يعني ما شاء الله يعني إبداع. الحين هذا والله ما أدري فأنا أحطه يا جماعة الخير، مفروض إنه يثبت هنا كذا. طيب كذا، طب كذا ما استفدنا شيء. أنا الحين كيف بسحبه؟ خلني بالله بس معلش أرجع من جديد. ممكن تودي على ورا؟ لا والله ورا في شوك ما أظن. هو بس لو يقفز القفز اللي ما فيه أسهل منه هذي راح يختصر لنا كل شيء، بس ما يبغى. عارفين ما يبغى. هنا طيب كذا. طيب أنا شو استفدت الحين؟ الحين كيف بسحب وأنا؟ ها كذا أنزل بس بس أنزل. ليه ما تقدر ابن حلاه من هنا؟ طب كيف ما استفدنا ولا شيء؟ لا ما راح يجي اللي ببالك، انا داري ايش اللي ببالك ما راح يجي. نقول ان شاء الله هذا الحين بدا يسحبها من هنا، ما في اقرب من كذا. الحمد لله. حي انتبه اضبطها صح. ايوه ورا شويه ما عندنا مشكله. شوف بدك تطرق دحين ولا مو؟ بدك تشيلها. الحمد لله. تعال معايا تعال معايا، انتبه لا ينكسر. اثبت لي هنا ان شاء الله اخر مره بحياتي اشيلك. جنني والله الصندوق الخشبي ذا، الذهبي ذاك يعني اسهل، اما الخشبي ذا مره بينكسر بسرعه ومزعج والله التحكم فيه. ان شاء الله الحين خلاص. اوه باقي واحد. والله مداني يا جماعه الخير يعني ممكن زي ما تقولوا الف حل من عندي. بس ايش خلوني اكبر اللفه. بما اني وصلت لين هنا خلوني اجرب، ما تدري ممكن تيجي. لا لاصق فيه. كيف بتقص يمين الحين؟ كيف؟ اشرح لي كيف؟ كذا؟ ما تيجي، روح للاخير. هذا لازم يجيبه لين هنا. هذا لازم يجيبه لين هنا ذا. والله يا خوف لازم ارده لين ورا. اخر شيء. لا بس حطه هنا الحمد لله. اي والله الحمد لله. ايوه خلوني بس اتاكد. ايوه الطريق سيده، روح الحين بس واطلق. بالراحه يا جماعه الخير من غير تفكير، اصعب قبو صراحه. الفضل يعود الى الصندوق الخشبي لما تبغى تشيله. To battle!
With my strategy, you are invincible. الحمد لله. القسم ذا حق الأسهم النارية أسهل صراحة من القسم هذاك، لازم تحط الصناديق فوق بعض وتألف لك مصعد كذا، عارفين؟ القسم ذا أسهل بكثير حق الأسهم. الحمد لله سوينا المطلوب، الحين نقدر ندخل إلى بس باقي ذيك المواجهة الأخيرة. We will defeat Typhon. You'll never stand against the darkness. You're right. I'll never stand alone. But all together, we'll hold each other up. روح ما أدري ليه بعض الأحيان ما أقدر أسوي لها ضرب، لازم أحطم درعها. يا جماعة تخرم، لازم أحطم لها درعها. عشان أقدر أسوي لها ضرب، عشان بعض الأحيان ما أقدر أسوي ضرب، ما أدري ليه. يا فيك قتلت جات فيك. حلو حلو قريب الدوخة ان شاء الله، راح الدوخة سريش نسوي لها ضرر كبير ان شاء الله. شايفين ما جاء ضرر، والله ما ادري ليه بعض الحين ما يجي ضرر. جاء فيني، والله ما ادري كيف جاء فيني على بال روقتها كلها. كافو دوختها، الله الله احنهيها ان شاء الله، انهيها الحمد لله نهيناها. اعتقد خلاص هذه المره عدنا، يعني المرة الثالثة والأخيرة أو الرابعة، دي أظن الرابعة. ويلك صراحة أصعب يا جماعة الخير، أصعب لهذا شو اسمه الشيء ذا، المادة ذي، جوهر، أصعب جوهر جبناه إلى الآن. الحمد لله جبنا كل علينا، نرجع للقاعة وخلاص نرد على هيئة بشر. الحلقة الماضية يا جماعة الخير كنت قاعد أكلمكم أقول لكم المنطقة دي سهلة، بستان مدري إيش هذه وبستان كليوس، على الكلام مفروض أسويها بالبداية، كنت كذا قاعد أقول لكم. يا لطيف انتظر طبعا حبيبي لين النهاية نشوف إذا سهلة ولا لا. مرة صراحة القبو حقها كان يعني دسم، عارفين يعني من غير تفكير أصعب قابو جيتو. This place is bigger than I remember. Or you're smaller. Or both. فأنا هي، أيوة هذه هي. And look at you. What a... You got it? My essence? Just like we planned. Are you ready? I think so. Wise Athena, gods and mortals will work as one. With your guidance, leading us all. Although, you could have been quicker about it, honestly. And those wings you're wearing, they're a safety hazard. Daedalus' designs are shoddy and ill-conceived.
And while we're talking about shoddy and ill-conceived, you, Hermes. Oh, here we go. She's always got something to say. Oh, Athena! Glad you're back. But maybe... Yes. Maybe it's time for me to be more judicious with all these judgments. You know, I really admire you. You're critical, but you're also wise. Most of the time. Thank you, Phoenix. And together, we'll begin on a new, wise plan. But, we can still punch Typhon in the face, right? Phoenix learned that being critical, judgmental, even stubborn, is not always a flaw. It can give one the surety needed to refuse bad counsel. Maybe I should have listened to Athena more often. مهمة جديدة العقل المدبر. أرتلس. Perhaps the great Zeus is fallible after all. تحدث إلى هرمس. That's not what I'm saying. My judgments are all pretty great. You chained me to a rock. An eagle pecks out my liver every single day. I know. Okay, now that we're all here, let's do this. We must be cautious in our approach against Typhon. Cautious? We should sharpen our blades, storm his cave, and defile his manhood. Oh, baby. I'm right here. I cannot handle your outbursts anymore. I'm pregnant with Ares' baby, and you can't stop us. Wait until I tell my therapist about this. She'll have my back. Mark my words. Of course she has your back. It's Echo. She just repeats what you're saying. At least Echo listens to me. You've got to be kidding me. What would Zeus think of this mess you made, Ares? Mess I made? You just have it out for Ares because he actually takes off his helmet once in a while. That explains the brain damage. Yes. Embrace your dark side, Athena. I can feel a poem coming on. You're such a creep, Hephaestus. Only I can talk to my husband like that, you bloodless harpy. Oh, so you're defending the blacksmith now? Enough! I'm here, Olympians, and I have a plan. Lycaon! What, little bro? Thought you'd lost me again? No chance. If I may, Hephaestus, pardon a mortal like me for butting in. You made a set of chains big enough to bind Typhon. They're up on Zeus's mountain. Am I right? Yes, you are. But Typhon... I can sneak up there without alerting Typhon and steal them. Those chains will never hold him. He'll break free. I just need a drop of blood from each of you, and I'll combine that with nectar from Olympus and coat the chains. Problem solved. He's right. That would work. Allow me. Simply extend your hands. I didn't even feel him do it. He's that good. I can't thank you enough. I'll return when the deed's done. What about me? I thought I was coming with you on the mountain. It's gotten way worse out there. Do you know how responsible I'd feel if something happened to you? I'll be fine. You said we'd do it together. Let's not argue, little bro. Stay here. Gather weapons in case I fail. But I shall not fail. هذا أخوه يا جماعة اللي يسأل يقول هذا مين الإجرون؟ هذا أخوه. That was your brother. أخو الفينيكس اللي لعب فيه. Yes. That confident smile. That assertiveness. The way he already knew where my chains are stored. I know, I know. I hate him! He is the worst! He is? How did you ever live with that? He's so annoying. What a suck-up! If I wanted to be talked down to, I'd visit our father. Hey! You're not just going to let him walk all over you like that. Yes, he's going to fulfill the prophecy. Don't worry. Where's that jealousy I saw at my fortress? You want this glory? Seize it! You really think that prophecy isn't about you?
Where's the stubborn phoenix who made me listen? What about your pride? You come first. Forget being nice. Avoiding conflict isn't worth it. The pain makes you stronger. I know for a fact that prophecy is yours. You've already fulfilled most of it. What do you want? To be a hero. Then you know what you have to do. Beat the Giron to the top of that mountain. That's right. And we're going to help you. I'll give you a big head start by summoning a storm to blast away the ice blocking the path up the mountain. حلو حلو الحين ما ادري اروح المنطقه ذي عارفين كنت ابغى اروح لها من نفسي كذا بس طلع ما تقدر لازم هذا تساعدك Zeus let me borrow a storm to wreck the Greek fleet after the Trojan War. Favorite status comes in handy. All I ever got was empty promises. At least you didn't get thrown off a mountain. You think that's bad? Zeus forced me to marry you. None of you want to be his favorite, trust me. Zeus is only trying to make up for the fact that he murdered my mother. They're all right. I'm a terrible father. Finally! We have a winner! يا جماعة تخلي الحين أقدر أروح. أنا كنت أبغى أروح أول من نفسي طلع ما تقدر. عارفين في زي البرق يمنعك والحين أثينا ذيك زي ما شفته بالعرض دوبه. يعني زي كذا منعت البرق تقريبا شيء زي كذا. تقريبا عارفين. فالحين خلاص أقدر أصعد إلى الجبل وأهزم الجرون. خلوني بس أروح. شو أبغى أسوي الحين؟ خلوني يا جماعة أخير فقط أروح هنا ونشوف المنطقة ذي. الحلقة القادمة على بدايتها نصعد الجبل ونهزم الجرون أخوه عارفين عارفين يا جماعة الخير السيرة أعتقد الحلقة القادمة أو اللي بعدها أظن راح تكون الأخيرة أظن ماني متأكد بس واضح إنه خلاص قربنا من النهاية يعني جبنا مقاتلين الأربعة كلهم عارفين كيف ان شاء الله خلاص قربنا نقضي على تيفوس يا جماعه تخيل يعني قصه اللعبه دي اربع محاربين جمعهم لما تجمعهم يذهب واقضي على تيفوس اللي شفناه بالحلقه الاولى ذاك الشرير عارفين خلوني اروح اخذ الكريستال الازرق ذاك ان شاء الله بدا يتسلق من هنا حلو حلو مدى الحمد لله عارفين كنت بحاول اروح المنطقة ذيك من نفسي كذا صدقوني اتوقع كان ما تقدر يعني من اللعبة نفسها ما تقدر الحين انا كيف بعدي من هنا لين هنا ما ها ما اعتقد من هنا الطريق وريني كذا كيف بوصل هناك انا او ممكن كنت تقدر والله ما ادري ترى الحين إذا عدت من هنا أوه دي كذا مفجأة والله لو طيحتني الحمد لله ما طحت الحين كيف بروح هناك يا جماعة تأخر من هناك ممكن والله شوف كيف التمثيل دي شكله رهيب كذا كأنهم بيطيحوا كذا أجي زي كذا قولتكم يعني أجي وأوصل هنا كذا قاعد أتسلق ما ادري والله ما ادري خليني اشوف يا ولد داري راح ينزل على تحت هو لا والله مستقيم كفو والله كالعبري بيقعد ينزل على تحت كذا ويطيح بس الحمد لله لو من هنا تقدر الحمد لله I thought I knew my kids I didn't know anything Weren't you busy running the universe? I wish that والله مرة شيء جميل المنطقة ذي كذا ثلجية يعني في أجواءها ثلجية. At everyone's expense, and now the bill has come due.
مرة شيء جميل، عارفين حب الأجواء الثلجية. هل عمرك شفت الثلج على الحقيقة عبد العزيز؟ أبدا صراحة. احنا بالسعودية عارفين عندنا ما ينزل ثلج إلا بالشمال جهة تبوك، يعني ينزل ثلج عارفين، بس ما أدري مو ثلج ثلج زي ذا كذا، ثلج والله ما أدري كيف كذا أحسه غريب، يعني مو زي الثلج ذا عارفين كيف، يعني الجو ما يصير زي كذا عارفين. مرة منطقة جميلة. الحين أبغى أسويه، أنا أبغى أصعد لهذا، يبغى أصعد هنا يا جماعة الخير. والله هو المفروض تصعد هناك أظن، بس خايف أروح هناك وتبدأ المهمة، أنا ما أبغى المهمة ذي نلعبها بالحلقة ذي. الحين بس أبغى أوريكم المكان ذا الجميل. يلا نبغى نصعد المكان ذا على القمة ونحدد الصناديق وكذا عارفين. سر الحلقة القادمة نلعب المهمة دي اللي اسمها حالة الطوارئ بالعائلة، الحلقة القادمة إن شاء الله نلعبها. منطقة المهمة أوه من هنا ما شاء الله، هنشوف كذا. أكيد في صناديق هنا، أيوة أكيد. أوه لازم تطلع فوق هنا، خلينا نشوف الصناديق ولا ماك ولا الأشياء اللي بال هنا على فكرة. حلو في صندوق، إن شاء الله حجيبها لك مع نفسي على فكرة. أيوة خلاص، فإن شاء الله يا جماعة تقرا راح نكمل الحلقة القادمة كذا. وصلنا لنهاية حلقتنا دي، أتمنى أخوكم عبد العزيز كان خفيف عليكم، أتمنى الحلقة دي نالتها إعجابكم، وإن شاء الله إن شاء الله أشوفكم في الحلقات القادمة. في أمان الله.